بريتي أم كوانتك. أما التحقيق مع حتى اليوم يأتون من 18 دولة ويتحدثون 12 لغة. أرجع أذكر الطلب مساعدة منا في أي وقت خلال هذه الرحلة وشكرا لكم. أهلا ومرحبا بكم على رحلة طيران إمارات. ربما لن تجدوا هذا الفيديو مسليا أو مشوقا، إلا أنه بالتأكيد قيم ويستحق اهتمامكم لأنه يتعلق بسلامتكم. تضع طيران الإمارات السلامة فوق كل اعتبار، لذا نطلب منكم الانتباه جيدا لبعض الوقت. دعونا نبدأ الآن. يوجد تأكد من وضع جميع أمتعتكم بإحكام هنا في الخزانة العلوية. إذا كانت لديكم حقائب صغيرة يمكنكم وضعها تحت المقعد الذي أمامكم. الدرجة الأولى توفر منافذ خاصة داخل جناح. إذا كان لديكم كمبيوتر محمولة يرجى التحقق منه ووضعه في قاعدة الأمن. استعدادا للإقلاع يوجد تأكد من إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكن مع إبقاء ستارة النافذة مفتوحة وإعادة المقعد إلى الوضع المستقيم تماما. ننصحكم أيضا بعدم خلع الحذاء عند الإقلاع والهبوط. يرجى ربط حزام الأمان عندما تضيء إشارة ربط الأحزمة. بشد الحزام يمكنكم سحب هذا الشريط ولفكه ادفعوا القطعة المعدنية بهذه الطريقة. من أجل سلامتكم نوصيكم بإطفاء حزام الأمان مربوطا أثناء الجلوس، وإذا رغبتم بالنوم يرجى ربط حزام الأمان فوق البطانية لكي نرى ونلحظ لإزعاجكم. بينما نستعد للإطلاع رجاء التأكد من تحويل أجهزتكم إلى وضعية الطيران أو إيقاف تشغيلها إلى حين إطلاع الطائرة. في حال سقوط جهازكم يرجى عدم التسرع في تحديث المقعد للبحث عنه، لأن هذا يمكن أن يحدث ضرر به. بدلا من ذلك يمكن طلب المساعدة لأحد أفراد الطاقم. ليعلم الجميع أن التدخين على متن الطائرة محظور بموجب القانون. كما نود تذكيركم أن مختلف أجهزة التدخين الإلكترونية ممنوعة أيضا. للتذكير فإن جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. في حال حدوث تغير في الضغط المكسورة ستتدلى أقنعة الأكسجين من الأعلى. اسحبوا القناع نحوكم هكذا لبدء تدفق القناع أولا قبل مساعدة الآخرين. عند حدوث أي طارئ سيطلب منكم طاقم الطائرة اتخاذ وضعية الانحناء الوقائية، وذلك بإمالة جسمكم للأمام والضغط على المقعد أمامكم هكذا أو بهذه الطريقة إذا كنتم تحملون طفلا رضيعا، أو المنحنى إلى الأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توجد سترات النجاة في أسفل المقاعد أو على الجانب. أغلقوا سترة النجاة من غلافها وارتدوها من فوق الرأس. لفوا الشريط حول خصركم واربطوه من الأمام لإقناعكم. يجب لدغ سترة النجاة فقط عند الباب قبل مغادرة الطائرة. لنفخ السترة اسحبوا الشريطين الأحمرين للأسفل بقوة. يمكنكم استخدام هذا الأنبوب لنفخ أو تعزيز الهواء في السترة عن طريق النفخ فيه. سترة النجاة مجهزة بضوء وصافرة. You can tighten the seat belt by pulling this strap and lift the top like this to unfasten it. We recommend that you keep your seat belt fastened whenever you're in your seat, and if you're sleeping with a blanket, fasten your seat belt over the top so we do not have to disturb you. يوجد 16 مخرج طوارئ على هذه الطائرة الإيرباص A380، 10 مخارج في المقصورة الرئيسية و 6 مخارج في المقصورة العلوية. عند الحاجة لإخلاء الطائرة اتركوا جميع أمتعتكم واتبعوا الإضاءة على أرضية الممر. للوصول إلى أقرب مخرج اخلعوا الأحذية ذات الكعب العالي عند استخدام زلاجة إخلاء الطائرة. نشكركم على انتباهكم. إذا احتجتم إلى مراجعة أي من إرشادات السلامة، ما عليكم سوى الرجوع إلى بطاقة السلامة الموجودة في جيب مقعدكم أو طلب المساعدة من أحد أفراد الطاقم. سوف نبدأ الآن التحضيرات النهائية استعداداً للإقلاع. لذا نرجو منكم الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتكم مع طيران الإمارات.
بمجرد استقرار الطائرة في مسارها الجوي سيكون زملائي جاهزين لمساعدتكم وضمان استمتاعكم بتجربة التميز الدائم. شكرا لاختياركم طيران الإمارات. Hello and welcome on board your Emirates flight today. This is your no-nonsense safety video. We do not have dancers breaking into song, characters from movies, or celebrities trying to be funny, I'm afraid. But at Emirates, safety always comes first. Prepare for departure, thank you.
55 degrees Celsius. It has been a pleasure having you on board our flight today, and on behalf of Emirates and the entire crew, I wish you a very pleasant day in Dubai. Wish you a safe onward journey. Have a good evening.
Can we clear, please open doors? سفركم مع طيران الإمارات كما نرجو أن تكونوا قد استطعتم في حجكم أمين أن نكون في خدمتكم بلدا أخرى في المستقبل. شكرا وإلى اللقاء. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport where the local time is 5 minutes after midnight. Prepare all doors and cross check, thank you. And the temperature is 35 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the sign has been switched off. Before leaving us today, please check your seat area for any personal belongings. Thank you for flying Emirates. We hope to enjoy your flight and we look forward to seeing you again soon. Good morning.